دشيت المكان ورجع طلعت عشان أوصف شعوري وأنا داخلة المكان. أمبيه مكان أول ما دشون تحسون شي ريلاكس. ش حاطين لافندر؟ لافندر؟ حاطين جرين تي معطر جو، بس جرين تي أمبيه الريحة تحسون شي ريلاكس، تحسون هاي والله وناسة. أمبيه حسيت لي النومة. سندس المازر علاج تساقط الشعر، كل مشاكل تخص الشعر الجلدية الفروة الرأس كله عن طريق الأكسجين. بالمكان مو طبيعي ترى. أنا الحين هاي كم مرة؟ رابع مرة أي تقريبا صح؟ رابع مرة صح؟ والله إني ما شاء الله ذاكرتي تبارك الرحمن. هاي الدشون هني زين، مو تجيبون معاكم ياهال بروحكم ريلاكس سووا علاجكم. أمبي أمبي هاي تتكلمون بأقل صوت عندكم. هذا المكان شوفوا شو حالاته بريلاكس. وتختارون هذا كل اللون الأزرق. أول شيء راح يسوونه فحص فروة الرأس. أي واحدة تي عندها مشكلة قبل ما يبلشون معاها جلسة العلاج لازم يسوون لها فحص فروة الشعر، يشوفون شنو المشكلة اللي عندها. يلا سويه. هذا الجهاز اللي يسوون فيه فحص الفروة على اللابتوب. شو اسمه؟ راح أشوف فروة راسي وشنو مشاكلها. الحين قاعد تسوي لي. هلا إذا منلاحظ دائما الروتس عنا بخلال فترة الحمل الشعر ما بيكون كتير تعبين، يعني هذه فروة راسي زينة. ها زينة ترى من الحمل ما شاء الله، يعني يتعدل فروة الراس تتعدل، الشعر يقوى فترة الحمل. الفروة بتبقى البصيلة عنا قوية ما في تساقط، فدايما منروح لمراحل اللي هي بتقوي الشعر مشان بعدين ما يصير عندي مشكلة. يعني دايما منروح للمراحل اللي هي تحتوي على الفيتامينات والبيوتين اللي هي مرحلة الإنبات. أوكي بنشوف على صديقتي ريم، خلينا نشوف شنو عندها مشاكل براسها. طلع شكله؟ لا. الحين البصيلات عندي قوية بس أحتاج جلسة إنبات. شنو تحتوي الجلسة هذه؟ شنو فيها؟ تحتوي على مجموعة، أول شيء بتبقى بيوتين مكثف للشعر نفسه، بتقوي بيوتين الشعرة، وبتحتوي على الأمجة اللي بتغذي الشعرة. فهي شو بتساوي؟ نحنا بعد مرحلة الحمل بتبلش اللي هي التساقط والبيبي هير وتجديد بعد الولادة. فنحنا لو كثفنا الإنبات من هلا الشعر اللي حيتجدد بعدين حيطلع بطريقة قوية، حيكون نسبة الكرياتين الشعرة مرتفعة. زين اوكي. فهي الجلسة هي شو يا لي شعور ودي اشيل الاكستنشن عشان شي تعرفون الريلاكس. والله والله بس عاجبني الاكستنشن. هذه الحين اول مرحلة راح نبلش فيها. نحن بنغسل الشعر وبنشيل الخلايا الميتة عن طريق تبشير الشعر بطريقة الميزو. اوكي الميزو. الحين بغسلون شعري. يما يخرع وجهي صار من الازرق. اوكي وبعدين بيسوون تعقيم ويشيلون القشر الزايد او الطبقه الدهنيه من فروه الراس. هذا سيرم صح؟ هذا لوشن. هذا اوكي نحن حنحكي على الجلسه. هذا اللي حطت لي اياه اللي هو preparation lotion، يرطب فروة الراس ويشيل الطبقة الدهنية مثل تعقيم حق فروة الراس قبل ما يبلشون معي علاج الاكسجين. واي قاعد تسوي مساج بموت بنام. الرولة هاي بتساعد على الامتصاص اللوشن أسرع وبنفس الوقت بتنشط الدورة الدموية.
الحين قاعد تحط لي شامبو شامبو امبات في اوميجا 3 يحتوي على الاوميجا ويرطب الشعر ويشتغل على دوره. اشوف شكله ممكن اصوره. اذا احد يبي هذا الشامبو ولا شيء يقدرون يشترونه من عندكم؟ يقدر تشتري من عندنا من المركز اوكي بفرع تمام. بعد مرحله الشامبو راح يحطوا لي هذا. حطت الماسك؟ ايه هلا عم قلت لك اياه هو نفس الماسك. اوكي هذا هو الماسك، هلا اصور لكم اياه. الحين راح تحط هذه الأمبولات. الأمبولة هذه خاصة بالإنبات، شلون طريقة تحطونها؟ أول شيء حتحطها على الفرو وتعمل فيها مساج، وبعدين حتضخها بطريقة الأكسجين مشان تدخلها بعمق البصيل. أوكي يلا صارت. هذا السيرم يحطونه في التارجت اريا. التارجت اريا اللي هي الاماكن اللي يكون فيها الشعر اقل من مكان ثاني، فيركزون عليه في هذا السيرم عشان يكثفون المكان. هذا هو قاعد احط لي في الاماكن اللي فيها فراغات، يعني اللي الفروق خط سريع، خط فحيحي للدائر الخامس الدائر الثالث. أنا عاد كل الدوار براسي. راح تحسون بحرق، أنا أحس بلسعة براسي لأنه في فلفل أحمر. ويلي أحس ما ينتفخ قولون راسي. هذا شنو؟ أوكي هذا الحين تحط مثل أكسجين عشان تدخل السيرم بسرعة ويستفيد منه الراس. هذا السيرم حق أطراف الشعر، بعد الشاور حطوه يرطب أطراف الشعر ويعالج التقصف. كل المنتجات اللي أنا قاعدة أتكلم عنها وقاعدوا لي إياها موجودة عندهم بالمركز، تقدرون تشترونهم في عندهم هني مركز اللي بمجمع شيخة، وعندهم بالفنار، عندهم بالفنار بوتيك خاص حق بيع المنتجات. هني غير، هني جلسات علاجية، فحص فروة الرأس وكذي. حواجبي واي اقول لكم عندكم جلسه حق الحواجب. والله لازم جلسه حق الحواجب، ما يصير شيء عايشين على التاتو. يعطونكم شويه شيء اكسجين. يلا بوت حاطين في شيء حواجب. شوفوا التقليد ها. عسل طرق. هني كل منتجاتهم. باخذ حق امين امبولات انبات. أيهم الإنبات، هذا ولا هذا؟ في عندي الإنبات اللي هني الإيد، وعندي الإنبات اللي هني واللي يوقف التساقط. اللي يوقف التساقط لاين، تساقط لاين تاني اللي هو إيه؟ هذا. هذا يمكن. إنزين أنا أبي إنبات وأبي تساقط. أوكي. خل أخذ. يعني حاليا فترة الحمل يفضل نروح للإنبات. لا حق أمين مو حق زوجي. مركز سندس المازر موجود في مجمع شيخة الدور الثاني. هو الفكرة هو بديل الزراعي، يعني في ناس من كثر ما يفقدون الأمل في التساقط والصلع وهالسوالف وجميع الأمراض الجلدية يقولون خلاص احنا بنزرع. فقبل خطوة الزراعة تعالوا هني جربوا جلسات الأكسجين من سنتس المازر، راح تشوفون فعاليتها. صح.
الشيء الثاني مثل ما انتم شايفين انا سويت الجلسة آمنة للحوامل، والعرض مالي جلسة والثانية مجانا، وايد شيء حلو اول مرة اصلا يسوونه انها تسوون جلسة والجلسة الثانية مجانا لكم، وايد وايد زين.